يا طير الطير يا على بندر عدن، زاد الهوى زاد النوى زاد. شكرا منى. ضيوفنا الكرام، يا ريت تكونوا استمتعتوا معنا بفقرة أسبقية. معنا اليوم في فقرة شاهي عدني الأستاذ مدير إدارة الجودة في مكتب التربية عدن، محاضر في جامعة العلوم التكنولوجيا في مادة مهارات التواصل والاتصال. معنا الأستاذ الجميل الخطيب الرائع الأستاذ صالح سالم بن حليز. حياك الله. نورت أستاذي. الله يسلمك. فرصة سعيدة لنا اليوم، شرفتنا احنا في فقرة شاهي عدني. فرصة كذلك، انه أول مرة أجلس معك. وأنا كمان لي شرف إن اليوم يعني دائما بنسمع الاسم، لكن الحمد لله إنه حصل لي شرف وجلست معك الجلسة. شكرا لك. شكرا لك. أستاذي طبعا ما شاء الله يعني موجود في كل الجوانب اللي ممكن الواحد يحبه ويتوجه له. خلينا نبدا باول جانب انت معروف فيه اللي هو جانب الخطابه. يعني ما شاء الله معروف عليك انك خطيب ما شاء الله متميز متمكن، فلو تكلمنا عن الخطابه متى بدات تخطب في المساجد وكيف تشوف؟ شكرا لك. طبعا السؤال ده بيعيدنا الى فتره بدري جدا يعني. وأنا كنت طالب في الإعدادية. كان أستاذي أستاذ فوزي علي محبوب، والآن مغترب في السعودية. وكان هو مدرس الدين، كنا نسميه مدرس الدين. كان هو خطيب مسجد الشنقيطي بكريتر. أيوة. فاقترح علي أنه يعني ليش ما تعلم الخطابة وكذا. أخذنا إحنا المسجد أنا ومجموعة الآن من الشباب اليوم دكاترة. دكتور شبيب الحاضري، دكتور وليد وادي، دكتور عارف أحمد صالح، يعني مجموعة من الشباب الآن معظمهم دكاترة وبعضهم مهندسين. فرحنا عنده حلقة في المسجد من إعدادية شمسان للبنين اللي هي الآن لطفي، وبدأ يعلم نحن شوية في القرآن في التجويد في كذا. يوم من الأيام قال لي خلاص أنت بتكون خطيب مسجد مستشفى الجمهورية. كانت أول خطبة بحياتي إلى الشباب. هذه الخطبة إلى الشباب هي خطبة للشيخ محمد بن سالم البيحاني رحمة الله عليه، نقلتها من كتابه بخط يدي في دفتر وعديتها، وكانت أول خطبة لي في عام 1978 للميلاد. يعني لو قستها الآن بالزمن. وبعدين انتقلت إلى مسجد الشنقيطي لأنه هو سافر، فبقيت في مسجد الشنقيطي في كريتر فترة من الزمن. وبعدين تنقلت في أكثر من مسجد، في المسجد الدكة الكبير، وبعدين كنت اروح اخطب في مساجد، يعني خطيب متنقل كما يسموه. لانه بعدين جت فتره انتقلت الى شبوه واستمريت في الخطابه، فتعلمت من الخطابه اشياء كثيره جدا. اولا تعلمت انه الخطيب لازم يكون على ثقافه واسعه، فرحت اقرا في كل المجالات، في العلوم، في الجغرافيا، في الكتب الدينيه، انه الخطيب يجب ان يمتلك طلاقه لغويه. ورحت اقرا في النحو والصرف والبلاغه، وكنت ادرس بعض الزملاء عشان انا اكسب خبره، لانه مش معقول واحد يطلع خطيب يكردف، يعني يجيب ينصب الفاعل ويكسر المفعول. فرحت اخذ بعض الدورات في النحو والصرف كذا في المساجد، وبعضها عند المشايخ الكرام. من اهم شيوخي كان الشيخ احمد بن احمد مهيوب البكاري رحمه الله عليه، درس عنده الفقه، ودرس عنده الفيه ابن مالك اللي هي الف بيت في النحو حفظا وشرحا، ودي كانت دعامة أساسية. كان أيضا أستاذ الشيخ محمد عبد الرب جابر رحمه الله، كان أستاذي في الثانوية العامة في مادة اللغة العربية. كنت أروح له بعدين المسجد أتعلم عنده بعض أصول النحو والصرف والبلاغة والبديع. فوجدت أنه يعني استمريت فترة لما يقولوا ناقل، فقط أنقل خطب وأقراها على الناس، لكن بعدين شعرت أنه لازم أستقل برأيي من كل قراءاتي. بدأت أقرأ في كتب وألخص وأطرح آراء تعبر عن قناعاتي أنا، مش عن قناعات آخرين. وبعلم بدأت أخط استقلالية كاملة، بدأت أترك الورقة وأتكلم ارتجالا كما أقول. أيوة. دي على فكرة معلش يا أستاذي، دي اللي توصل للناس أكثر. أيوة. يعني بالورقة تقريبا تأثر. أيوة. نفسك بالورقة لا، بالفعل هنا تخاطب الروح. أيوة. أفضل، يعني أنك تخاطب الناس. أيوة. مباشرة فيس تو فيس. و يقولوا حديث القلب الى القلب يصل سريعا. يعني انك تخاطب الروح افضل من انك بالورقه. أيوة. أيوة. بعدين بدات اكتب انا بعض رؤوس الاقلام بعد ما تزوجت. قالت لي زوجتي شو رايك ابو البراء تكتب بعض الخطب عشان تصبح يعني في المستقبل ممكن تصدرها بكتاب، ممكن يستفيد منها الناس.
وفعلا من عام 1413 للهجرية إلى اليوم 1435 وأنا عندي يعني مخزون في الحاسوب ومخزون من الورقة اللي أنا أكتبها. لكن أنا بدأت من يوم ما جاء الإنترنت وبدأت أتصل بالإنترنت أنه أغير كثير من نمط الخطبة، النمط القديم، النمط يتماشى مع العقول يعني. أيوة النمط اللي أسميه أنا النمط إيش يقولوا الجامد، قالب جامد أقدمه للناس. أذكر طرفة كذا مرة رحت تخطب في البريقة، في مسجد في البريقة، المكان مسجد الرضا يعد بناؤه. فخطبت خطبة أعتقد عن القدس أو عن المسجد الأقصى، فقال لي واحد لبناني كان يشتغل في المصافي، تجيت منين؟ قال لي، قلت له أنا خطيب جامع الرضا بالمنصورة. قال لي يا أخي الخطيب اللي عندنا كان فقط يجيب آيتين وحديث وخلاص وانتهى، فيقدم لنا قوالب جامدة ما في أي شرح ما في أي تفسير. ونحن اليوم في عصر ثورة الإعلام يجب أن أنا أبسط الأمور. بعدين في 2003 اتجهت للتنمية البشرية، فعكست ما تعلمته في التنمية البشرية على خطبة الجمعة، أن أنا أعمل نوع من المحاكاة من فوق المنبر حتى يكون أكثر توصيلا. طبعا أنا درست كثيرا مهارات الاتصال والتواصل، مهارات الإلقاء، لغة الجسد، فأصبحت يعني أطبق على المنبر بعد ما أقوم بالتدريب وهكذا. فوجدت قبول يعني، وجدت جمهور، المسجد ما شاء الله يمتلي داخل وبرع الشارع. حاول أتناول موضوعات ما في عليها خلافات يعني القيم، الكل يحس أنه موجود. أيوة أحاول أن أنا أوزع خطابي على المستويات المتعددة، لأنه في ناس مثقفين، ناس مش متعلمين، في أميين، ودي صعبة جدا في جمهور عام أنك تقدر توازن. تعلمت أنه الجمهور في خطبة الجمعة أكثر من 20 دقيقة خلاص يكون خارج إطار التغطية، فكانت خطبي بين 25 إلى 30 دقيقة لا تزيد إلى اليوم، يعني مختصرة جدا، وأحاول أن أنا أركز في الموضوع هذا. فهذه كانت رحلتي الآن ما شاء الله يمكن 35 سنة. تعلمت فيها أشياء كثيرة من القيم والمبادئ، حاولت أن أنا يعني أناقش قضايا لم تكن على الإطلاق تناقش على المنبر، يعني بأي شكل من الأشكال، قضية التعايش مع الآخر، قضية احترام الرأي والرأي الآخر، الأخلاق السياسية، أنقل أفكار الناس لوثت أفكارها في بعض القضايا. كنت قبل فترة في عيد الحب أدافع عن كلمة حب، فعملت نفسي فوق المنبر محامي للدفاع، أدافع عن هذه الكلمة المظلومة اللي هي من حرفين اثنين اللي هي حب. فاستغرب الناس يعني يقول لك في عيد الحب يتكلمها. الحب قيمة إنسانية، الحب قيمة إسلامية، الله عز وجل يقول والذين آمنوا أشد حبا لله. فليش نحن نحاول نعكس مفهوم خاطئ عن معنى الحب اللي مفروض أنه يشاع بين الناس كلهم، بين البشر، حتى مع الحيوان، نحب الحيوان رحمته ورأفته. فدي كانت تجربة واسعة، لأن أنا أفكر أنه خطبي اللي خزنتها في حاسوبي أو في دفاتري تخرج بشكل كتيبات، تعالج كل كتيب موضوعات، مثلا ما يخص رمضان يخرج في كتاب، ما يخص قضايا الأسرة، ما يخص قضايا الشباب، تكلمت عن الشباب والمخدرات وأمل المستقبل، وأنه الشباب دول مش يجب ننظر لهم نظرة يعني أنه الشباب مايع وصايع وكذا، لا، نحن لازم ننهض بالشباب ونخرجهم من دائرة القنوط واليأس إلى دائرة العمل والأمل. طيب ما شاء الله تدرجنا لو أنت في الكلام اللي وصلنا للسؤال اللي بعده اللي التنمية البشرية وتدريسك لمهارة التوصيل والتواصل. أيوة. تكلمنا عليها. طيب إيش من فين جبت فكرة يعني إيش اللي خلاك تتجه للتدريب إلى المهارة دي يعني؟ والله وإيش اللي استفدت منه؟ يعني أول ما وقعت على بعض الكتب في المكتبة كانت للدكتور طارق السويدان، علي الحمادي من الإمارات، الدكتور أكرم رضا صديق عزيز والتقينا كم مرة في مصر وفي ليبيا وفي اليمن، له كتب في التنمية البشرية جميلة جدا. فعندما بدأت أقرأ في الكتب هذه شعرت أنه الكتب دي بتقدم مجموعة من الرؤى، من المهارات، من كذا، وأنه بدل أنا ما أنحصر في الجانب المعرفي أنتقل للجانب المهاراتي. التدريب مهارة بينما التعليم معرفة، فوجدت في نفسي رغبة أن أنا أتحول من الجانب المعرفي، وإن كنت أنا من الناس اللي يحبوا يقرأ كثير ويلخص ويخطب كذا، وذا الجانب المعرفي، لكن عندما أحول المعرفة إلى مهارة هذا هو المطلوب في الحياة. أنه في كثير من الناس عنده معرفة، ممكن يكون دكتوراه ولا بروفيسور،
لكن ما عنده عمل يعمله في الواقع، ما عنده حرفة يعني يترزق منها. فأنا بدأت أهتم في 2003 تقريبا، التحقت في دورة تدريب مدربين مع منظمة اليونسكو، واختاروا مدربين وطنيين لوزارة التربية والتعليم، مدرب وطني على مستوى الجمهورية. فدخلت مع منظمة الجي تي زد اللي كانت تعمل أدلة تدريبية للمعلمين في برنامج الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم الأساسي. فتعلمنا من المنظمة هذه، منظمة الجي تي زد اللي هي الآن جي آي زد، تعلمنا كيفية صناعة الأدلة، الحقائب التدريبية، بناء الأدلة التدريبية. وقضينا شهور كنا نجلس في صنعاء، وبعدين نزلنا ندرب هذه البرامج اللي عديناها. فاكتسبت، بدأت أكتسب خبرة، احتكيت بمدربين يعني محليين، مدربين من الوطن العربي، مدربين من خارج في كانوا. حبيت المهنة، حبيت أنه شعرت أن أنا بقدم أو بكسب الشاب أو الشابة اللي بيدربهم مهارة، مش فقط معلومة مجردة تبقى في ذهن، تبقى في الذهن. لا، أنا كيف يتعامل الشيء انتقل لدائرة العمل، أنه ما يبقاش فقط منتظر وظيفة تجيله ولا ما تجيلوش، أنه يمتلك مشروعه الخاص. فبدأت أشتغل في البداية في إدارة الذات، وعملت برامج متعددة مع أكثر منظمة، وبعدين انتقلت إلى موضوع التخطيط الاستراتيجي وهكذا. وكان من ضمن هذا البرنامج مهارات الاتصال والاتصال، أخذت دورة تدريبية وبعدين بدأت أدربه. الآن أدرس تدريس في جامعة العلوم كمساق من متطلبات الجامعة لكل التخصصات. فبنعمل يعني نوع من التدريبات حول كيف أنا أحسن من أدائي التواصلي مع نفسي أولا ومع من حولي، لأنه معظم مشاكلنا هي مشكلة تتعلق في الذات، تتعلق في الذات والتواصل. يعني مشاكل الزوج والزوجة، يعني مشاكل في مهارات الاتصال والتواصل، يعني ما نعرفش نتكلم أحيانا الكلام الجميل، الكلام الكذا. أحيانا أنا نفسي برسل لنفسي رسائل سلبية، مع أنه مفروض أرسل رسائل إيجابية. أنا كنت اليوم بتكلم عن صورة الذات وتقدير الذات، بقول لكم يا شباب، صورتك عن ذاتك هي الصورة العقلية اللي أنت بترسمها عن ذاتك، هل هي صورة إيجابية ولا سلبية؟ تقدير الذات أنك تعطي نفسك قيمة، أنت من؟ لا تعطي نفسك قيمة فوق ما تستحق ولا أدنى مما تستحق، حاول تعمل قيمة. وقيمة الإنسان بما يمتلكه من قدرات، من مهارات، من إمكانات. لكن واحد ما يمتلك قدرات ولا ما له قيمة. يعني الإنسان الجاهل، ليش قلنا جاهل؟ لأنه ما عنده قيمة العلم اللي ترفعه. والله عز وجل يقول يرفع الذين والذين أوتوا العلم درجات. الإنسان اللي ما عنده، يجي واحد يتوظف يقول له أنا ما عندي مثلا مهارات الحاسوب، اللي يقول له إيش أسوي بك؟ أنا أشتي واحد عنده خبرة في الحاسوب مثلا، أشتي واحد عنده لغة إنجليزية عشان يقدر يتكلم مع الآخرين. إذا دي المهارات والقدرات والإمكانات إذا لم تكن لديك، سيصبح تقديرك لذاتك تقدير منخفض. فهذه ترفع من درجة تقديرك، تكون يعني إنسان عارف أنه من أنت. إذا كان الناس لا يعرفون من أنت، كنت قصة المهلب بالمناسبة كذا طرفة جميلة. المهلب هذا أسر في إحدى الحروب قبل الإسلام، فلما يعني أطلق سراحه أو فر من السجن، وصل البادية حصل رعاة إبل وغنم، طلب منهم يسقوا لبنا، فحلبوا له شياه ولا هذا شرب، فخرج من سرته سرة فيها 1000 دينار. الغلام اللي كان معه زعل، قال له تعطيهم 1000 دينار هم يدروش من أنت؟ يعني كأنه يقول له، قال له إذا كانوا لا يعلمون من أنا فأنا أعلم من أنا، أنا أعرف ذاتي. خلاص إذا كان صح. أيوة. فنحن عندنا دي الإشكالية يعني. بس للأسف الشديد أنه في ناس فهموا التنمية البشرية فهم خطأ، يعني أدخلوا في التنمية البشرية ما ليس منها. التنميم المغناطيسي، البرمجة اللغوية العصبية، هذه ليست في التنمية البشرية. التنمية البشرية اعتمدتها اليابان بعد قنبلة هيروشيما وناغازاكي، أنه شافت الغرب تقدم كثيرا وتأخرت هي، فأرادت أن تلحق بركاب الحضارة، وصعب أن تبني مصانع وكذا. فأدركت أن السر هو بناء الإنسان، وذلك التنمية البشرية تعريف بسيط هي بناء الإنسان بالإنسان. أنا أدربك، أعلمك، وتعرف أنه كثير من الحاجات اللي تصل لنا من اليابان ما فيش لها مصانع كبيرة، تصنع من بيت لا بيت لا بيت لا بيت، في آخر بيت يعلبوها ويرسلوها لنا. الساعات، الكولكليتر كذا، الجوالات الآن الذكية. ليه؟ لأنه هو مش قضية أنه أبني مصنع والمصنع ده ما لهش أحد يسيره. بالتالي شوف اليابان كيف لحقت الركب الكبيرة. طيب أستاذي، ولا نحن في الشهر العدني، يعني تقول ليش رأيك بالشهر العدني؟ الشاي العيدروسي، الشاي العيدروسي. يا ريت كان عيدروسي، هذا شاي عدني، تصليح كذا بيت إن شاء الله يكون عجبك. حلو. لا جميل جدا يعني.
انا مغرم احيانا اخذ نفسي من المنصوره لكريتر عشان اسيء العيدروس. واحنا زي وانا بالنسبه انا من ابناء العيدروس كمان. طبعا استاذ اسمه صالح بجد كنا نتمنى انه الوقت يسعفنا احنا عشان يعني شخصيه مثلك كان يشتري حلقه كامله بجد والله يعني والله ما يشيل ربع ساعه ولا 10 دقائق. الله يكرمك. فنحن سعداء جدا انه يعني قد خلصت الدقائق دي. سبحان الله يعني كان باقي نتكلم عن التلفزيون وتجربتك في التلفزيون. لكن نقول ان شاء الله في الحلقات الجايه نجلس معك ان شاء الله يسعفنا احنا الوقت واسعفك ونتكلم فيها. هي بلمحه التلفزيون انا دخلت تلفزيون عدن عام 1993 كنت اعد واقدم بعض برامج دينيه مع بعض الاخوه المصريين وكذا. وبعدين استقليت بإعداد وتقديم برامج شخصية لي، من أبرز البرامج اللي قدمتها مودة ورحمة، اقرأ وأخواتها، قيم إسلامية، والله كثير من البرامج اللي ناسيها لكن موجودة في مكتبة التلفزيون، ورحلة طويلة من 1993 إلى العام 2010 تقريبا، توقفت لأسباب كذا معينة، لكن إن شاء الله نعود. إن شاء الله. إن شاء الله. نقول لك شكرا استاذي بجد انت موسوعه الله يكرمك كبيره والله قد نتمنى نجلس معك واتمنى بجد من مخرج الفقر حقي انه يعطينا وقت اكبر يطولها يعني. باصوصه شكرا لك استاذي رغم مشاغلك نشكر تواضعك اليوم معنا بجد نتمنى لك التوفيق ونتمنى انه الكل يستفيد منك بجد ان شاء الله من الخبره الكبيره اللي عندك اولهم انا اعتبرنا واحد من طلابك انا الان ببحث بعدك لغايه ما تعلمنا مهاره التنميه البشريه لازم ان شاء الله تعالى ان شاء الله تعالى شكرا لك فقره الشاي عدني ويا رب نلتقي انا وانت في حلقات ان شاء الله جانية. تعالى ان شاء الله نلتقي في غير الحلقات ممكن اذا يا ريت ان شاء الله صحيح. خلصت تصور شكرا لك استاذي يا طير الطير يا على بندر عدن زاد الهوى زاد النوى زاد الشجا يا طير الطير يا على بندر عدن زاد الهوى زاد النوى زاد الشجا يا طير الطير يا على بندر عدن زاد الهوى زاد النوى زاد الشجن على هجر مقدر شنا